في الحقيقه الاخبار كلها مهمه جدا، سواء فيما يتعلق بقرعه الدوري للنهارده. اخيرا كان في قرعه لبطوله الدوري واسفرت عن المواجهه الاولى للنادي الاهلي بالتحديد، وده اللي يهمنا طبعا. مباراه الاهلي الاولى هتكون امام فريق سموحه، مباراه وبدايه هتبقى قويه وصعبه في نفس الوقت، فريق قوي. ودي لقطات طبعا من قرعه اليوم وانخصت بطوله الدوري الممتاز، واللي كانت احد في احد الفنادق الكبرى بالقاهره. وفي الحقيقه النظام كان جيد جدا جدا، واحنا مش دايما بنحب ان احنا ننتقد، لا، لما نشوف حاجه حلوه حاجه كويسه. طبعا مندوب النادي الاهلي كان موجود هناك ومندوبي كل الانديه، لما في حاجه حلوه لازم نقول عليها، لا، الشغل كويس، النظام اكثر من رائع. حسام الزناتي عمل تقديمه كويسه للمؤتمر اللي هو قدامنا في الصوره، ده رئيس لجنه المسابقات الجديد. الامور واضحه شويه، القرعه مش موجهه وده اهم شيء. الاهلي هيلاعب الزمالك، تخيل، في الاسبوع الرابع. قبل كده خلال السنوات الكثيره اللي فاتت الاهلي والزمالك في اخر كل دور، مع اخر كل دور هي اخر مباراه اهلي وزمالك، لكن اخيرا اخيرا هنشوف مباراه الاهلي والزمالك زي ما القرعه بتقول في الاسبوع الرابع، او كانت ممكن تبقى في السادس السابع الثامن، اي كان. المهم ان هي مش موجهه، مش متحدد لها ميعاد، وده هيزيد من الاثاره في بطوله الدوري. هنشوف مين الفريق اللي يقدر يعطل الثاني مع بدايه البطوله، وده هيفرق كتير جدا في استكمال المشوار. ودايما نتمنى النادي الاهلي هو اللي يعطل ان شاء الله نادي الزمالك في الاسبوع الرابع من بطوله الدوري. الاهم طبعا الاهم التحدي اللي جاي، دوري ابطال افريقيا، سوبر، بدايه الدوري، انطلاقه تكون قويه ان شاء الله، مليئه بالبطولات ومليئه بالانتصارات الهامه اللي هتوديك ان شاء الله وتحقق لك كل البطولات اللي بيتمناها جمهور النادي الاهلي.